وللوقوف أكثر على إقرار المبعوث الأممي لسوريا بفشل الجولة السادسة من جنيف حول اللجنة الدستورية السورية تزامنا مع الحديث عن إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم والشد والجذب حول قرار بقاء الأسد، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الإعلامي والكاتب السياسي السوري نورس العرفي، مرحبا بك معنا. أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين، حياكم الله. بداية، كيف تقرؤون بيان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون حول فشل أعمال الجولة السادسة؟ هذا ليس مستغرب أن يكون البيان الصادر بهذه الطريقة، فنحن نعلم بأن كل الجولات السابقة بالنسبة لجنيف أو أستانا أو كل تلك المفاوضات هي لذر الرماد في العيون، فعن أي مفاوضات يتحدثون وعن أي دستور يتحدثون، وما تزال الدماء تراق وتسال في سوريا، مجزرة أريحة لم يمضي عليها سوى أيام، لم تجف حتى دماء الجرحى والمصابين، ويتحدثون الآن عن مفاوضات وعن جنيف وعن أستانا وعن كتاب الدستور. من الطبيعي أن تكون النهاية هكذا، وأن تكون لا يوجد أي خطوات نحو الأمام بالنسبة لأي مفاوضات ستحدث، لأن الأمر أصبح باختصار خارج صلاحيات هذه اللجان، وأصبح الشأن السوري هو شأن دولي وساحة تصفية حسابات سياسية. نعم، إذن الجولة كانت منفصلة عن الواقع الذي يجري في الميدان وفي كثير من المناطق السورية، وهذا كان أحد الأسباب لفشلها باعتقادك؟ نعم أكيد، ما يحصل على الأرض وما يحصل من قصف، وما يحصل من قصف مدفعي وقصف بالطائرات، وما يحصل من تجاذبات سياسية هي بعيدة كل البعد عن المفاوضات وعن وصول المفاوضات لحلول. هناك أطراف مؤثرة، أطراف فاعلة بالنسبة للقضية السورية. نحن نعلم بأن روسيا وأمريكا إسرائيل هي الأطراف الفاعلة، طبعا أكيد تركيا موجودة، لكن الأطراف التي تريق الدماء الآن وأوغلت بدماء السوريين نحن نعلم بأنها روسيا وإيران وأمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل كيف؟ بسكوتهم على ما تقوم به روسيا وما تقوم به إيران، ما يقوم به جنود حزب الله في سوريا، الزينبيون فاطميون، كل تلك الفصائل المقاتلة التي تم إرسالها إلى سوريا لإفشال ثورة شعب خرج ينادي بالحرية. فلا يوجد مكان للحلول السياسية، ولا تزال الدماء تراق في سوريا هنا وهناك، ولا تزال سوريا ساحات تصفية حسابات سياسية. على ذكر إسرائيل، في تصريح للرئيس الروسي بوتين أكد أنه بعد لقائه بطبيعة الحال برئيس وزراء الاحتلال قال بأن بلاده لديها مصالح مشتركة مع إسرائيل، هل يعني هذا بأن من ضمن المصالح المشتركة بقاء النظام السوري؟ بقاء النظام السوري هو مصلحة مشتركة، طبعا أساس الإسرائيليون صرحوا بذلك دون أي خجل، وقالوا بأنهم لا يريدون إزالة نظام الأسد، وبأن نظام الأسد هو نظام جيد ولا يمكن استبداله. هذه الإرادة الإسرائيلية بالطبع هي إرادة أمريكية ما دامت إرادة إسرائيلية، وهي إرادة روسية. هذه الدول لن تجد شبيها لهذا النظام الذي فتح أبواب سوريا على مصراعيها وأدخل كل الاحتلالات إليها، وقام بإعطاء روسيا التي كانت تحلم بالمياه الدافئة، كانت تحلم بأن يكون لديها نفوذ في المياه الدافئة، أخذت قاعدة حميميم وأخذت ميناء طرطوس الآن تسيطر على كل سوريا. فلا إسرائيل ولا أمريكا ولا روسيا تجد مثل هذا النظام، مثل نظام الأسد الذي شرع أبواب سوريا على مصراعيها وقسمها على تلك الدول المحتلة. إذن بقاء نظام الأسد هو شأن مشترك بين كل تلك الدول التي تدفع لأن يكون حكام الدول العربية على شاكلة بشار الأسد وهذا النظام البائد. أستاذ نورس، ماذا عن مصير اللاجئين في الخارج؟ كيف يمكن أن يؤثر بقاء الأسد
وما يسمى بحالة الهدوء الحاصلة كما قالت بعض الدول الأوروبية التي تريد أن تدفع باللاجئين للعودة إلى سوريا، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على هذا الملف عالمياً؟ هذا يأخذنا إلى البيان الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، والذي تحدث عن أن انتهاكات جسيمة حصلت بحق اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وبأن سوريا دولة غير آمنة لعودة اللاجئين. قامت باستطلاع ل65 أسرة عائدة، وبينت بأن بالمختصر لكي لا ندخل بتفاصيل هذا التقرير، بينت بأن سوريا دولة غير آمنة لعودة اللاجئين. عن أي عودة يتحدثون؟ الإنسان عندما يريد الأمان بالدرجة الأولى، فمن يعود إلى سوريا مصيره الاعتقال، مصيره التصفية، مصيره الملاحقة. إذا لا يوجد أي أمان لعودة لاجئين إلى سوريا في هذه الظروف الصعبة. طبعا بالنسبة لمناطق نظام الأسد، فيها اعتقالات، فيها تصفيات، فيها عدم أمان، فيها جوع أيضا. بالنسبة لمناطق المعارضة، فيها قصف، ربما لا يوجد فيها اعتقال أو ملاحقة كما يحصل في مناطق النظام، لكن فيها قصف، فيها قتل، وما يحصل الآن من قصف ومجازر شاهد على ذلك. إذا بشكل عام سوريا غير آمنة، دولة غير آمنة لعودة اللاجئين. ومن يتحدث عن عودة اللاجئين يجب أن يوفر ظروف ذلك. ما هي ظروف ذلك؟ بداية الأمن والأمان. العدم الأمن والأمان بالبداية على رأس القائمة. وعندما أعود أنا كلاجئ إلى بلادي يجب أن يكون لدي أمن وأمان، يجب أن يكون لدي حياة كريمة أعيشها. حياة كريمة أي بعمل أقوم به، بمدخول جيد، لا أعود ويموتون أولادي من الجوع. إذا سوريا بشكل عام دولة غير آمنة لعودة اللاجئين الآن، ما دامت هي كعكة تتقاسمها الدول الكبرى وأرض تصفية حسابات وصراعات دولية وإقليمية. إذا ترهات ما يتم الحديث عنه الآن بعودة اللاجئين إلى سوريا. نعم. وتقرير هيومن رايتس ووتش أكبر دليل على ذلك. أشكرك جزيلا الأستاذ نورس العرفي، الإعلامي والكاتب السياسي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا لك.